بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أرحب بضيوفنا الكرام السيد مدير جامعة كلمة الأستاذ الدكتور صالح العكون، السادة نواب مدير الجامعة، السادة عمداء الكليات ومدير المعهد، السادة الأمناء العامون، السيد مدير متحف المجاهد كلمة، السادة الأساتذة، التنظيمات الطلابية بمختلف ألوانها، زملاء الطلبة والطالبات. نستقبلكم بكل عبارات الترحيب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أما بعد، نحن هنا اليوم لتحديد ذكرى واحدة من أبشع جرائم الحرب، من أكثرها دموية في تاريخ فرنسا الاستعمارية. 63 عاماً تمر على الذكرى، تاريخ 17 أكتوبر 1961، أو هنا نغرق الجزائريين. بدأت القصة في 5 أكتوبر 1961 حين أصدر موريس بابون محافظ شرطة باريس أمراً بحظر التجول على جزائري فرنسا. قانون عنصري ضد المهاجرين الجزائريين بعد أن تجاوز عددهم 300,000. رقم أقلق السلطة الاستعمارية، فقررت تضييق العراق على تنظيم الثورة. وفي مساء ممطر يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 1961، في استجابة لدعوة فيدرالية جبهة التحرير الوطني، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في احتجاجات سلمية بشوارع باريس، سلمية سرعان ما تحولت إلى مجازر. حين قابلت الشرطة الفرنسية المتظاهرين بالرصاص الحي وأبشع الطرق القمعية، مشاهد عنف تخطت كل الحدود، وإبقاء المتظاهرين مكبلين في نهر السين. ليلة دموية أسفرت عن 400 ضحية، آلاف الجرحى، عشرات الآلاف من المعتقلين قسريا، ومئات المفقودين. صفحة سوداء في تاريخ الاستعمار. ترفض فرنسا إلى اليوم التصالح معها والاعتراف بجرائم الماضي. لنحتفل اليوم بهذه الذكرى بتقدير واحترام، فهي تذكرنا بأن الأمل موجود حتى في أحدث الأحوال. لنستهل حفلنا هذا بآية بينات من القرآن الكريم يتلو على مسامعكم الطالب محمد ميلي. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
آمنت بالله صدق الله.